السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. اليوم غادي نقترح عليكم هاد الطاجين، هذا طاجين لي كروفيت اولا القمرون بطريقتي المشهور بطاجين بيلبيل. فهو البنات كيجي بحال المطاعم، ما تفرقوش ما بيناتهم، ما تعرفوش واش مصاوب في الدار ولا في المطعم. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة الوصفة. هنا بالنسبة لهذا الطاجين هذا غادي نحتاجوا ليه الكروفيت أو القمرون على حسب الكمية اللي بغيتو. هنا خليت واحد جوج باش نوريكم كيفاش كتقشرو بالنسبة اللي ما كيعرفوش. هنا عندي زيت المائدة وزيت الزيتون مخلطين، ودرت زيت الزيتون اكثر من زيت المائده، لان في الطواجن في هذا الشيوات اللي كيكونوا بلديين هكا كنبغيو زيت الزيتون تجي اكثر باش كيجي المذاق زوين ولذيذ. هنا عندي قزبر معدنوس، شويه بزايد، نقولوا 4 المعالق. وهنا عندي 4 الفصوص ديال الثوم شويه كبار، غادي نحكهم من بعد مع البصله. هنا عندي بصله كبيره، هنا عندي ثلاثه ديال المطيشات كبار محكوكين، انا حكيتهم باش نربح شويه الوقت. دابا غادي نوريكم البنات كيفاش كنقشر لي كروفيت. كما كتشوفوا كناخذ هذا الراس، هذا كنديلو بحال هكا كنجبدو كيتحيد بوحدو، وكنحيد الرجيلات ديالو لهذا الشكل. ما تحتاجوش البنات لا موس لا والو، ساهل غير بيديكم تقشروه. وهنا كنحيد هذيك الجهه السفلى ديالو، وكنجي لهنا وكنقشر القشور ديالو لهاد الطريقه، هذه بحال هاد الشكل هذا. من بعد كنجي وكنجرلو بحال هاد الشكل، ها هي تنقات، خليها على جانب. ثانية حتى هي نفس الشيء، غادي ناخذ الجهه السفلى بحال هذا الشكل كنحيد، والقشور بالطريقه هذه. من بعد كنجي هنا وكنجرها، شفتوا؟ دابا نوريكم البنات هنايا عنده واحد الوسخ ديالو ولا هذيك الماكله ديالو اللي كتبقى هنا، تجيو لهنا وديروا بحال هكا شويه بالموس، تقطعوا شويه بالموس. ها نتوما شتي هذاك الكحوليه، هذه خصها تحيد، فوالا هذه خصها تحيد البنات، ما تخليوهاش. الثانيه ايضا نسيت واحد القشيره، هذه ما فيهاش، هذه ما فيهاش نقيقي. هنا غادي ندوزو للطريقه. هنا غادي نحتاج طاجين ضروري، غادي نحك هاد البصله هادي مع الثومه. غادي نبدا بالثومه هي الاولى باش Thank you.
Non, l'intervention est chargée. On va faire ma peine. هاد الشكل هذا. غادي نضيف الزيت غادي نضيف التوابل. هنا عندي الملح البزار او الفلفل الاسود او الابيض على حسب الذوق، شويه الكمون ماشي بزاف، شويه باش ما يجيش مر. تحميره او بابريكا والماء باش يطيب لينا البصلة ولا صوص ديالنا. شكون بيا بنات هاد الطاجين هذا كيجي زوين وبنين وصحي والدراري كيحماقو عليه. غادي نزيد مازال شويه د الماء لان كتعرفوا الطاجين خصو الماء، كينشف دغيا وكيلصق. هانتوما البنات مطيشه راني حكيت حكيتها كامله، خليت وحده قطعتها باش يبقاو الطراف هكا باينين، خليت وحده مقطعه. نزيد شويه الماء صافي. هنا البنات الطاجين ديالي انا درتو فوق نار مهيله، وقع فيها مهيله بزاف لان كتعرفوا الطاجين ما خصوش يكون تكون العافيه مجهده لان كيلصق وداكشي اللي داخل يقدر يتحرق لينا بسهوله. وما تنساوش الماء يكون شويه بزايد باش كيحافظ علينا على المحتوى ديال الطاجين، وباش الطاجين حتى هو ما يلصقش وما ما يتحرقش. دابا غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو. والقزبر ومعدنوس انا خليتهم حتى الاخر باش كتبقى كيبقى المذاق ديالهم باين والريحه ديالهم باينه مجهده. هنا بعد ما الطاجين ديالي وجد ليا او الصلصة ديالي وجدات، هانتوما كيفاش كيجي، كتجي خاطرة ومقلية على هاد الشكل. مازال خصها شوية نشوف. غادي نزيدو دابا القزبر معدنوس ديالنا، بحال يطلق في لاصوص او في الصلصة، نعطيها مذاق. نستمر في التحريك واحد الخمسة دقائق. انا غادي نزيد شوية في النار باش تقلى ليا بسرعة، حيت لي كروفيت الا درتهم غادي يطيبوا في جوج دقائق ولا ثلاثه، ماشي بزاف وما ما كياخذوش وقت في الطياب. لهذا خص الصلصه تكون موجوده باش غير نديرهم نخليهم واحد دقيقه ولا جوج ونطفي. نخليه ينشف شويه. هنا الصلصه ديالي راها وجدات،
دابا نقدر نزيد القمران ديالي ولي كروفات. هادو ما كياخذوش معايا وقت كتير في الطياب، يطيبو دقيقه او لا دقيقتين، هما راهم ديجا طايبين، مي نزيد لهم شويه مع لاصوص باش ولا الصلصه بحرات يتشربوا هذيك التوابل وهذيك الصلصه اللي درنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، شوفوا كيفاش كيجي. انا رافقته بشويه ديال الرز او الارز بسمتي او ريزوتو. نتوما تقدروا تستعملوا اي رز، تقدروا ترافقوه باش ما بغيتوا، داكشي اللي كتختاروا اللي كتفضلوه. هنا درت الرز في واحد السليفه مدهونه بزيت العود، ومن بعد قلبته في الطبق ديالي والطاجين ديالي ولا الصلصه ديالي خديتها ودرتها في هذيك الزليفه حتى هي مربعه وحطيتها في الطبسيل. هذا تقديم شويه عصري بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقدموا داكشي شويه عصري. لكم الاختيار، بغيتوا تحطوا الطاجين كما هو حطوه، حتى هو زوين كيعطي جماليه وكيعطي يعني هويه، يعني كيبان بان الطاجين فهو مغربي. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ديروا لايك، الى كنتو جداد معايا في القناه اشتركوا، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.